بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمقابلة عندنا اليوم مع فريق الوداد البيضاوي، كانت مقابلة إعدادية بالنسبة لنا حنا مادام غناخذوا البطولة هذا الأسبوع هذا في الشاطر ديال الهوات. الحمد لله داك المبتغى اللي مع الوليدات حنا غادي نفكا كنوصلوا ليه. كنقلبوا على أن تكون عندنا واحد إيفون كونسيرفاسيون، هادشي تأتي لنا في المقابلة، وحتى النتيجة كدل بأن الدراري كان ندند لفريق الوداد البيضاوي، وحتى فريق الوداد فريق كبير ماشي فريق اللي سهل. وكنتمناو للفريق الاتحاد البيضاوي هو انه يمشي في هذا المسار ديالو، انه استفاده من هاد التجارب القديمه اللي كانت. الحمد لله مع الشباب ديال الفرقه راه حنا غادي في تطور اللي كبير بزاف. سميتو اهداف ديالكم هذا العام؟ الاهداف راه اي فريق حنا كنتمناو ان يكون عندنا الصعود هذا العام ان شاء الله، نرجعوا للمكانه الحقيقيه ديالنا اللي هي القسم الوطني الثاني، لان القسم ديال الهوات ما كانش الفريق كبير بحال فريق الاتحاد البيضاوي. وغنحاولوا نديروا اللي في الفعاليه ديال الحي المحمدي كامل من اجل صعود الفريق للمكان ديال الحقيقيه اللي ماشي هي الدوزيام ديفيزيو اكثر ما هي تكون بريمير ديفيزيو ان شاء الله. وكلمه للجمهور الطاس، ونتمنى الجمهور الاتحاد البيضاوي يساند هاد الشباب والولاد الصغار، لانهم شباب ولاد المنطقه ولاد الحي المحمدي وعندهم من المؤهلات، وانهم يقولوا كلمه ديالهم في المستقبل ان شاء الله. شكرا.